الكوت 3-2 والتسديد الله. لعب الكرة الطويلة إلى الأمام هذه المرة، كرات قطرية مميزة، كرات قطرية تكون مركزة لفريق الطليعة الله. يسجل الهدف الأول للطليعة، عبد يوسف هولي يصل لأول مرة للطليعة يسجلون الهدف الأول، الطليعة يصل، الطليعة يسجل، نعم رائع يا طليعة، رائع يا طليعة، رائع رغم التعب، حاضر رغم الغياب، وإن طالت العاصفة لا بد أن ينجلي السحاب، لا بد أن ينجلي السحاب. أي كرة عرضية، أي كرة فكرية، أي كرة مركزة تلعب بالعرض، وينو عبدول، وينو عبدول، وينو عبدول، في المرمى، في المرمى، هذا التنزاني هو الحل، هذا التنزاني هو المفتاح. تعود عند ماهر، دعبول بلمسة عند تراوري إلى فودار، التسديد ولكنها إلى خارج أرضية الميدان. عادت لماهر دعبول، صهيوني لماهر، شوف الكرة بالكعب جميلة جدا، كرة عرضية إلى الأمام الله. ويليام غنام يلعبها على اليمين، وسط الكرة لبرهان، هات صهيوني، زاد صهيوني يلعب الكرة العرضية، وين الراس، ولكن لم تكن بالدقة المطلوبة. رأي آخر، نتائج أخرى، الوحدة أصبح مطالب بتحقيق نتائج إيجابية في ظل الظروف اللي هو فيها الآن. كرة تلعب على اليسار، جنيات يلعب الكرة العرضية والمتابعة بالرأس، ولكن أيضاً ويليام غنام. تعود الكرة بلمسة عند ميلاد حمد، يتركها لعند برهان صهيوني، والعرضية إلى الأمام، ولكن أيضاً ويليام غنام. كرة على اليمين، مسروح نكدلي والتمسك الدفاعي الطلاوي، كرة عند برهان، هات صهيوني يلعب العرضية، هذه خطيرة، صعبة صعبة صعبة، مرت مرت إلى خارج أرضية الميدان، تتحول إلى ركلة مرمى. بلمسة هزت الخطيرة على المرمى، هزت الكرة عند برهان، هات صهيوني